الانتخابات أجلت، نعم أيها الشعب قد أجلت بالرغم من إعلان الجميع استعدادهم، إلا أنهم لم يفوا بوعودهم حتى هذه المرة لنعود إلى الشوارع في الذكرى 70 لاستقلال البلاد ليقول الشعب نريد استعادة استقلالنا، نريد انتخابات تضمن الحقوق والحريات تشبع رغبتنا في الديمقراطية التي ناديتم بها أمامنا، إلا أنكم منعتمونا من ممارستها. بعد أشهر من الاستعدادات والاجتماعات والبيانات و2.5 مليون ناخب، الانتخابات أجلت. لا عرس انتخابي مقام اليوم ولا سبابات ملونة، إنما الأصوات هي من تتعالى، ولكنها أيضا ليس فرحا، إنما طلبا لاستحقاق طال أمده. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية المباشرة من تلفزيون الوسط والمخصصة لإيصال أصوات المدنيين الذين متواجدين في الساحات والشوارع الليبية تحت عنوان جمعة خلاص، ولكن هذا كله بخصوص الانتخابات التي أجلت إلى 24 من يناير بدلا من 24 من ديسمبر، فبعد أن أعلنت المفوضية عن استلام أكثر من 2 مليون ناخب وما يزيد بطاقاتهم الانتخابية ورغم إصرار الشارع الليبي على الانتخابات، فقد نجحت بعض الأقطاب المتصارعة على تأجيل هذا اليوم الذي يعتبره المواطن الليبي يوم خلاص من الأجسام السابقة. في 24 من ديسمبر عام 1951 أعلن استقلال ليبيا كمملكة ليعاد إحياء التاريخ بعد 70 عاما، ولكن هذه المرة ليس كذكرى إنما كموعد لانتخابات رئاسية تجرى لأول مرة في البلاد، إلا أنها أجلت. فبعد أشهر من الاجتماعات والاتفاقات بين الأطراف السياسية وتحديد موعد اتفق عليه الجميع، لم تتمكن المفوضية العليا للانتخابات من إعلان القائمة النهائية للمرشحين في ظل رفض المجلس الأعلى للدولة للانتخابات عامة دون قاعدة دستورية تضمن القبول بنتائجها وأن تكون نزيهة حسب تعبيره. حوالي 100 مترشح بين شخصيات جدلية أخرى قالت بأن الشعب يدعمها، إلا أن الأسماء لم تتمكن من تنفيذ قراراتها. مجلس النواب من جهته عقد عدة جلسات لنقاش العقبات التي تواجه المفوضية التي بدورها تحمله المسؤولية للخروج وإعلان الموعد الجديد للانتخابات، إلا أن الشارع لم يكن صامتاً هذه المرة ليخرج في مظاهرات تحت عنوان جمعة خلاص لإنهاء الأزمة التي طال أمدها وأضحت واقعاً لم ينتهي في ظل وجود ذات الشخصيات مطالباً بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتحقيق مع كل من ساهم في عقلة العملية السياسية المنتظرة منذ أشهر، إلا أن الواقع يفرض نفسه في المشهد السياسي، فالعرس الانتخابي لم يكشف عن تاريخه والكل يتنصل من إعلانه لتكون بذلك مواجهة شعبية تطالب بانتخابات ديمقراطية وعجز سياسي لم يتمكن من تنفيذ بنود اتفق عليها منذ أشهر. مشاهدينا نذهب مباشرة إلى مراسلنا من مدينة سبها رمضان كرنفودة، أهلا وسهلا بك رمضان في هذه التغطية. أولا ضعنا في صورة أو في الصورة في مدينة سبها اليوم. نعم عبد السلام، الآن بعد الساعة 4 مساء بدأ عدد من النشطاء وكذلك المترشحين للنواب بالوصول إلى الشارع الواسع مقابل مقر الإدارة الانتخابية سبها من أجل الإدلاء ببيان حول عدم رغبتهم في تأجيل الانتخابات، وكذلك من أجل أن يكون الانتخابات لأن هذا التأجيل سوف ربما يخلق أزمة سياسية داخل
ليبيا أزمة أخرى في حال تأجيل هذه الانتخابات. طيب لو تقول لنا على كمية أو نسبة الإقبال اليوم في مدينة سبها للخروج، يعني كنا نشوفه في مدينة بنغازي، مدينة سبها ماذا عنها بالنسبة لإقبال المتظاهرين؟ والله الآن اللي هنوصل عدد يعني جيد جدا نقول، وفي الانتظار البقية الوصول الآن إلى 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 الشارع الواسع. نعم. طيب خلينا نتكلم برضو كنفودة على فكرة، هل هناك أي مظاهر مسلحة حول المتظاهرين؟ لا يوجد أي مظاهر مسلحة، الأمور عادية، السيارات والمرة يعني في حالة عادية، لا يوجد أي شيء في الشارع الواسع والأمور عادية جدا يعني. طيب أبرز المطالب للمتظاهرين، هل هي مكملة ومؤكدة على مطالب المتظاهرين في مدينة بنغازي لا لتمديد الانتخابات؟ اطلعت على البيان، هو نفس البيان الذي صادر عن في كل المناطق الليبية، يعتبر أنه هو يعني يدل أن هذا بيان معد وبيان موحد على مستوى ليبيا، نفس المطالب. نعم، رمضان كرنفودة من مدينة سبها مراسلنا، شكرا جزيلا لك، وسنعود إليك في حال أي مستجدات في مدينة سبها. نذهب مباشرة لتنضم معنا مبروكة بالتمر، محامية وناشطة من مدينة بنغازي. أهلا وسهلا بك أستاذة مبروكة. اليوم خيبة أمل جديدة يعيشها الليبيين في ظل تأجيل الانتخابات بعد عدة أشهر من التجهيز إليها. نعم، بعد مساء الخير وبعد تحية إليكم وإلى مشاهدي قناتكم. نجحوا المعرقلين في عرقلة الانتخابات والتفوا على إرادة الشعب، وقاصدين بذلك التمديد بفترة انتقالية أخرى عبثا بمصير هذه الأمة. لذلك خرجوا المتظاهرين اليوم في جمعة خلاص بتوحيد مطالبهم مع كافة المدن الليبية ليقولوا كلمتهم نعم للانتخابات ولا للتمديد في جمعة خلاص. شاهدنا قبل قليل على قناتكم التغطية لمظاهرة خلاص أمام فندق تبسي بمدينة بنغازي، أيضا في مدينة سبها وكل المدن الليبية، النشطاء يعني في غرف عبر مواقع التواصل وبتواصلهم مع بعضهم يوحدون جهودهم وكلمتهم بأنهم يريدون انتخابات وانتقال سلمي للسلطة كإرادة الشعب التي يجب أن تكون لتحقيق مطالبهم وللخروج من هذا النفق المظلم الذي طال أمده والذي عانى من ويلاته المواطن الليبي في ظل عبث بالمال العام وترجي في جميع الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في ظل وجود هذه الأجسام، سواء كانت من مؤتمر وطني ما زال موجود ويمتد وجوده من خلال مجلس الدولة أو من خلال البرلمان اللي موجود له 7 سنوات ولم يحركوا قيد أنملة، لم نشاهد لهم جلسات حقيقية تلبي رغبات المواطن مع اشتداد الأزمات والمحن التي مرت فيها الدولة الليبية، إلا أنهم لم يكونوا عند حسن الظن ولم ينبوا إرادة الشعب ولم يخرجوا بنا إلى دولة المؤسسات والقانون، ونجدهم اليوم يحبطونا ونجدهم اليوم يضبطون ويطيبوا أمال المواطن الليبي في أن يكون اليوم يوم لانتخابات رئيس الدولة لأول مرة في 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 عهد الدولة الليبية القديم والحديث. للأسف خيبوا فعلا أمالنا، للأسف تضافرت جهودهم بما لا يرضي الله، جميعهم معرقلين لهذه العملية الانتخابية التي كنا نتطلع إليها بأن يكون اليوم يوم يعني تاريخي من عمر الدولة الليبية بأن نتخذ لأول مرة انتخابات رئيس للدولة. طيب استاذ، ولكن أنا أحيي من خلال قناتكم كل المتظاهرين الذين خرجوا والذين لم يخرجوا، عبروا عبر يعني مواقع التواصل الاجتماعي عن رغبتهم في أن تكون هنالك انتخابات
وأنه لا للقفز على إرادة الشعب. نعم. اليوم ما هي النتيجة المرجوة من ضغط الشارع؟ الشارع يخرج اليوم ويقول كلمته ويريد أن تجرى الانتخابات وإن كانت حتى مؤجلة في 24 يناير، ولكن ما هي النتيجة المرجوة من هذا الضغط؟ هل هو إقامة الانتخابات في 24 ديسمبر؟ هل هو إزاحة كافة الأجسام الموجودة حاليا من اليوم إلى 24 ديسمبر أو إلى يناير؟ أنا سأعرض قليلا على ما تم تداوله من قبل المنظمين النشطاء المدنيين لمطالب جمعة خلاص. يعني هم طالبوا في تقريبا 4 أو 5 نقاط. نعم. يعني أراها جوهرية وتبث أصل الموضوع فيما حدث من عرقلة لانتخابات 24 ديسمبر. يعني طالبوا في كنقطة أولى ومهمة وجوهرية، وأنا أرى فيها ناقوس للخطر يدق للمسؤولين أو للأجسام السياسية الموجودة، أنه لو دامت للذين قبلهم ما وصلت لهم. الشارع الآن يطالب في نقطة أولى من المطالب التي تم الإذاعة عنها، هي إسقاط كافة الأجسام السياسية الموجودة حاليا. هذا يعني دل على شيء، يدل أن الشارع لم يصمت ولم يصمت كثيرا، وعلى الأجسام الموجودة الآن أن تمتثل لإرادة الشعب وأن تضع تاريخ 24 يناير كأجل حتمي وغير قابل للتأجيل بأن نذهب إلى انتخابات رئيس الدولة الجولة الأولى. أيضا الشارع طالب من ضمن الأهداف أو المطالب التي خرجوا بها هو أنه لا يريدون مصادرة حق الشعب في اختيار سلطته، فهذا الحق مشروع ومطالب مشروعة جميعنا نؤيدها ونباركها. يعني لا لمصادرة حق الشعب الليبي في اختيار سلطاتهم التنفيذية والتشريعية عبر صناديق الانتخابات. أيضا أكدوا على أن التاريخ النهائي الذي اقترحته المفوضية وفقا لما نصت عليه المادة 43 من قانون رقم 1 هو تاريخ 24 يناير وعدم إزاحته أو تأجيله. أيضا من خلال النقاط التي يعني أطحوا عليها منظمين جمعة خلاص هي محاسبة كل المعرقلين للعملية الانتخابية دوليا، وأنا أرى في هذه النقطة يعني المجتمع الدولي نراهم أنهم يؤكدون على إجراء الانتخابات لكنهم لا يتخذون إجراءات حقيقية، وأيضا يرعون يعني حديث ويرعون لقاءات لا تجدي، أنا في نظري لا تجدي أي نفع إلا أنها ترضي الأطراف المتصارعة من أجل أنها تبقى في أطول وقت في المدة. أيضا من ضمن النقاط التي تناولتها مطالب جمعة خلص هي تحميل المسؤولية للأمم المتحدة في عدم إيفائهم بالتزاماتهم أمام الشعب الليبي، وهذا فعلا يعني النقاط في مقبلها تلخص حالة الإحباط التي يعني أصابت كل عموم ليبيا والشعب بالخصوص. طبعا بكل تأكيد بنغازي المدينة الحية، بنغازي قلب ليبيا، تخرج دائما عن صمتها وتعبر بلسان حال كل الليبيين أنها رافضة لهذا التأجيل الذي يعني خيب أمالنا في أن يكون اليوم يوم مميز في تاريخ ليبيا، وتخرج كل المدن الأخرى وإن كان على استحياء، لكن بنغازي تظل دائما الشعلة التي تقود ليبيا إن شاء الله. وأتمنى أن تكون الجلسة القادمة للبرلمان أنها عند حسن ظن الليبيين وأنهم لا يخرجون إلينا عن بخارطة الطريق تطيل من عمر بقائهم في طيب. ماذا عن الجلسة يعني القادمة؟ ماذا إذا ما كانت الجلسة القادمة يعني لا تبشر بخير بالنسبة للمتظاهرين اليوم في الشوارع ولا حتى بالنسبة للانتخابات؟ إذا كان، وأتمنى أن لا يكون ذلك، إذا ما كانت هنالك خارطة الطريق وهذه الخارطة ذهبت بتاريخ أبعد من 24 يناير سيكون هنالك خروج مستمر للشارع، وخصوصا أنا أتحدث عن مدينة بنغازي وهذا ما يعني حضرته وسمعته من النشطاء أنهم سيستمروا في الخروج للمطالبة. وأنا لا أتوقع أن لا يكون هنالك فوضى، لأنه إذا طالت عمر الأزمة سيكون الانتساب
قد بدات، ستكون هنالك امتناع من الحكومه الموجوده بتسليم السلطه اذا ما تم تثبيت حكومه اخرى. انا اتمنى ان يحكموا العقل ويغلبوا مصلحه الشعب ومصلحه الدوله الليبيه، وان يسعوا الى حلحله المشاكل والعراقيل السياسيه، لان المفوضيه قد افصحت بانها لا توجد لديها مشاكل فنيه، وانما هنالك تدخلات سياسيه مع الاحكام والطعون التي خرجت، وهي السبب الذي ذكرته المفوضيه بلسان حاليه انها قوه قاهره وتفصل انها قوه قاهره. وانا اتمنى من البرلمان ان يكون عند حسن الظن، وانهم يحددوا التاريخ الذي اقترحته المفوضيه كاجل حتمي، لا ليقوموا بازالته ولا بازاحته ولا بتاجيله ولا باي مسمى من المسميات. طيب استاذه مبروكه، باعتبار انك كنت تتكلمي على قوانين الانتخابات وعلى البرلمان ايضا، بالنسبه لقانون الانتخابات اللي اصدر البرلمان، برايك هل هو قانون جيد لتطبيقه على ارض الواقع للوصول الى 24 من يناير كما اعلنت المفوضيه، ام ان هناك قانون من المفترض ان يكون افضل او يعدل هذا القانون من الاساس الذي ارسلته او ارسله البرلمان الى المفوضيه؟ هو في حقيقه الامر القانون رضي به الجميع وذهبوا الى الاعلان حتى على القائمه الاولى الا مجلس الدوله، لنكون واضحين، الا مجلس الدوله. الجميع رضى بهذا القانون، وان كان لا يلبي الرغبات، بدليل انه في فتره قصيره من صدوره التعديلات التي حدثت على القانون رقم واحد، يعني هذا ليس بالعدد القليل، نتيجه لماذا؟ نتيجه ان المشرع البرلمان يحاول تدارك الاخطاء التي وقعت منذ المده الذي وضع فيها هذا القانون. انا ايضا يعني القي باللوم على المفوضيه، ان المفوضيه لم تكن عند يعني حسن الظن بها، بانها قدمت يعني تعديلات للبرلمان جذريه وحقيقيه وتبتعد بها عما حدث الان. اما بما يتعلق بان هنالك اختلاف يعني ما بين ان هذا القانون جيد او غير جيد، القانون في جميع احواله خرج من المشرع ونحن ملزمين به ان كان جيد او غير جيد، مع الاشاره الى ان هنالك بعض النصوص في هذا القانون التي تصطدم بقاعده دستوريه في الماده 26 من الاعلان الدستوري، يضع اللائحه وليس في السلطه الطبقيه. نعم. وهذه يعني تكون هذه الماده ناسفه لهذا القانون، وهو يصطدم بقاعده دستوريه، القانون اشار الى ذلك يعني في ملاحظات. نعم. على هذا القانون، هل تحدثنا عن هذا القانون؟ لكننا الان طيب. نتحدث على الامر الواقع وعلى النتائج التي او الاثار التي ترتبت لهؤلاء المترشحين الذين تقدموا الى استاذة مبروكة بالتمر. ابقي معنا، فقط نريد ان ننتقل مباشرة الى مدينة بنغازي لينضم الينا مراسلنا محمد العزومي من ساحة التظاهرة. محمد، اولا اهلا بك في هذه التغطية، ضعنا في صورة المشهد لديك الان في مدينة بنغازي. محمد العزومي، محمد، طيب محمد تسمع فيا؟ طيب ممكن محمد العزومي ما يسمعش فينا، مراسلنا من مدينة بنغازي نتيجة أيضا المظاهرات ونتيجة انقطاع الكهرباء المستمر. محمد العزومي تسمع فيا توا؟ طيب هذه الصورة أمامنا مشاهدينا، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال بمراسلنا مدينة بنغازي محمد العزومي لوضعنا في صورة ما يجري الآن في ساحة مدينة بنغازي أو ساحة بستي التي يتظاهر فيها أهالي مدينة بنغازي المدنيين والنشطاء المجتمع المدني، وأيضا هناك جمعيات يعني تؤطر هذه التظاهرات لمطالب محددة، خمس مطالب تحدثنا معها أو فيها مع الأستاذة مبروكة بالتمر، وهي محامية وناشطة من مدينة بنغازي. بالعودة إليك أستاذة بالتمر، اليوم ماذا لو لم تخضع هذه الجهات التي يعني ينادي إليها المتظاهرون لمطالبهم؟
أنا يعني كنت أتحدث إليك بأنه أتمنى أن يستجيب البرلمان وأن يغلبوا مصلحة الدولة الليبية ومصلحة الشعب على مصالحهم الضيقة. يعني أتمنى أيضا أن يكون اعتماد للتاريخ 24 يناير كأجل حتمي الذي اقترحته المفوضية من أجل يعني أن تكون الجولة الأولى لانتخابات رئيس الدولة. في حال أن كما يعني يشاع أن هنالك خارطة طريق قد تخرج إلينا بتسمية حكومة جديدة عوضا على حكومة تتبلبى أو يعني أن يتم إزاحة أو تأجيل وكلاهما يأتي بنفس المعنى الانتخابات إلى ما بعد 24 يناير، هذه ستكون مؤشرات على دخول البلاد في فوضى. وأنا أرى أيضا أن المرحلة القادمة والتي تلبي رغبات المتواجدين في السلطة ستكون مرحلة توافقات. يعني قد يلبهم يعني مصالحهم بأنهم يتفقون على أشياء يخرجوا بها في حكومة جديدة أو يخرجوا بإطالة عمر الأدنى. هذه الإطالة لن تأتي لنا بجديد. لماذا؟ لأنهم بقوا في ثبت الحكم مدة كفيلة بأن تظهر لنا هذه الأشياء وهذه الشروط التي يتم تكرارها، هي نفس الوجوه التي يتم تكرارها هي ذاتها. طيب. والذين يبدون العودة فيها من جديد لكي تحكمنا ستة أشهر أو ثلاثة أشهر. طيب ماذا لو كان أستاذة مبروكة، ماذا لو كان خلال جلسة البرلمان القادمة مناقشة لتشكيل حكومة تسيير أعمال أخرى تقوم بمهامها من الشرق الليبي، يعني موازاة مع وجود حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس، هل سيقبل المتظاهرون بذلك؟ خليني نقول لك حاجة، حكومة ما يسمى الوحدة الوطنية حكومة لم تأتي لنا بجديد، فرغت حكومة السيد عبد الله سني المؤقتة من المؤسسات الموجودة في شرق البلاد في برقة وذهبت لكي يعني تمارس المركز من طرابلس بجهوية وعنصرية لا يقعنا الحديث اليوم يعني عليها. ما أريد الحديث عليه هو أن العودة للمربع الأول نتيجة طبيعية ما يعني أوصلنا إليه الساسة من حلول لم تكن حقيقية وإنما كانت حلول تنسيقية. يعني عندما جلس المتحولون في جنيه 75 يقعوا لنا بحكومة هذه الحكومة أقل في تطبيقها أنها حكومة أقوى واتباعا في إهدار البلدان. يعني أنا لا ألوم على البرلمان، يعني نحن أنا القرارات إحنا في مضر، لا ألوم على البرلمان في حال أنه شكل حكومة جديدة نتيجة أداء هذه الحكومة السيء. يعني على مر الحكومات التي مررنا بها حكومة البيضاء هي استاذة مبروكة بالتمر، أود أن أشكرك شكرا جزيلا لك، المحامية والناشطة مبروكة بالتمر من مدينة بنغازي كنت معنا. ننتقل مباشرة إلى مدينة مصراتة مع مراسلنا أحمد التومي، أهلا وسهلا بك أحمد، دعنا في صورة ما يجري في مدينة مصراتة اليوم. نعم مساء الخير عبد السلام، وكل عام وانت بخير وكل طاقم قناة الوسط كل الليبيين بألف خير بمناسبة الذكرى 70 لاستقلال ليبيا. طبعا اليوم هو يوم شبه عادي في مدينة مصراتة حسب ما تابعنا، كان من المفترض أن تكون فيه مظاهرة كبيرة جدا يخرج فيها نسبة كبيرة من أهالي مصراتة أو هو الجانب المؤيد تحديدا لانتخابات 24 ديسمبر أو الانتخابات الرئاسية تحديدا، لكن اليوم لأنه يخرج حوالي شخص فقط كانوا أقل يعني قاموا ببيان عبروا من خلاله عن رفضهم لتأجيل الانتخابات وعن تأييدهم للموعد المحدد من قبل المفوضية واللي حيكون طبعا 24 من يناير في إقامة الانتخابات الرئاسية. طبعا كل هذا يأتي يعني في ظل انقسام كبير أو لربما تباين في الآراء بين هذه مدينة مصراتة بين مؤيد للانتخابات الرئاسية ومعارضها. مدينة مصراتة شهدت الأيام الماضية العديد من الأحداث والعديد من المعطيات سواء كان من الجانب المؤيد للعملية الانتخابية أو حتى المعارض لها. أيضا شهدنا زيارة بشاغة وشهدنا زيارة ميتيق للمنطقة الشرقية واللي على أثرها أيضا يعني تصاعدت وتيرة الخلافات أو لربما التباين في الآراء. طيب. بين أهالي مدينة مصراتة كيف ما قلت لك أستاذ. نعم، هل في أي مظاهر في مدينة مصراتة اليوم ظهرت للمطالبة وين تجمعت وهل كان العدد كبير في حالة أنه كان في تجمع أو ظهور؟ يعني
نعم عبد السلام، هو في طبعا حراك يعني يسمى الحراك حوالي 20 من ديسمبر. هذا الحراك يعني واضب طيلة أشهر طويلة أو أشهر كثيرة، يعني أكثر من 10 أشهر على الخروج، يعني في كل يوم 24 من كل شهر على الخروج والمطالبة والتأكيد على موعد الانتخابات. خرج اليوم هذا الحراك أيضا يعني بعدد بسيط لربما لا يتجاوز ال 25 أو 30 شخص، كانوا ينتظرون أن يخرج معهم الأهالي والناس المؤيدة للعملية الانتخابية الرئاسية بشكل كبير، لكن الواقع أنه اللي خرجوا أعداد قليلة جدا، وخرجوا ببيان طالبوا من خلاله المفوضية أو مجلس النواب والجهات المسؤولة بشكل عام على إقامة الانتخابات 24 ديسمبر في 24 من يناير، وهذا طبعا كما ذكرت سابقا الموعد اللي اقترحته المفوضية. ايه طيب، هذا 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 الحراك، سؤالي الاخير بس لك تومي، هذا الحراك هل كان تحت حراك خلاص وهو نفس اسم او المسمى في مدينه بنغازي؟ هو يا عبد السلام غالب الحراك هو حراك 24 من ديسمبر تحديدا. هو كان حراك في كل المدن، يعني كان في مدينه مصراته، كان في مدينه بنغازي، كان في مدينه طرابلس. اليوم هذا الحراك يعني تغير اسمه من 24 من ديسمبر الى حراك الخلاص، خلاص من اجل يعني الطالب بالانتخابات في 24 من يناير. طبعا شفنا الاعداد اللي خرجت في بنغازي وكذلك طرابلس، لكن مطاطه العدد كان فيها. طيب احمد، على كل حال شكرا جزيلا لك احمد التومي، راح نرجع في تواصل معك في حال اي مستجدات في مدينه مصراته. نذهب من مصراته الى بنغازي ومرسلنا محمد العزومي من ساحه التظاهره. محمد اهلا بك، ضعنا في صوره المشهد لديك الان. اهلا وسهلا بك. بدايه في عصر اليوم خرجت مظاهره هنا حاشده في مدينه بنغازي تؤكد باسقاط جميع الاجسام السياسيه في ليبيا، والتعجيل بالانتخابات الرئاسيه وثم الانتخابات البرلمانيه في اسرع وقت، وان الشعب قد سئم من كل الاجسام السياسيه. وكما دعت ايضا المظاهره بضروره ايجاد تاريخ رسمي وايضا المستائين من التخاذل الجميع، ربما على راسه مجلس النواب وكل الاطراف السياسيه في ليبيا وكل المتصارعين على السلطه هنا، ويطالبون بالاسراع في اسرع وقت للانتخابات القادمه في ليبيا. طيب احمد، خلينا بس نحط الناس في صوره عامه. اليوم هناك بشكل عام في ليبيا تشكيلات مسلحه في مجمل المناطق في البلاد، هل تعرض اي من المتظاهرين أو من كانوا موجودين في هذا الحراك إلى أي من يعني المضايقات بالنسبة لأي من أفراد التشكيلات المسلحة، أو إذا ما كانت هناك تشكيلات مسلحة بالأساس وسط المتظاهرين اليوم؟ هنا في بنغازي لا يوجد شيء اسمه تشكيلة مسلحة، ولكن هنا من تحمي في 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 المظاهرة هنا وزارة الداخلية من أجهزة الشرطة والأمن الداخلي وغيرها من الأجهزة الأمنية الأخرى في 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 المظاهرة، وحراك سلمي كما تشاهد بأم عينك هنا في مدينة بنغازي، والكل يتظاهر والكل يطالب بتعجيل الانتخابات في أسرع وقت ممكن. ربما كان أبرز الشعارات هنا في المظاهرة بوجود انتخابات سريعة، وأيضا بانطلاق وتحديد موعدها سواء كانت الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية. أيضا المطالبين بالحقوق كانوا من جميع التوجهات السياسية، من حضور النشطاء والفنانين والإعلاميين وغيرهم من أفراد الشعب هنا في مدينة بنغازي، وكل اتفقوا على لابد من التعجيل بالانتخابات الرئاسية في والبرلمانية في أسرع وقت ممكن. طيب بناء على ما يتداول بين يعني المتظاهرين اليوم، هل ستستمر أو هيستمر هذا الحراك إلى غاية 24 من يناير وهو موعد الانتخابات المقرر؟ الكل طبعا أكد أن لابد من كل جمعة الخروج بمظاهرة وإيصال الصوت بتظاهرات، وبأيضا المطالبة بتعجيل كما قلت نوهت لك على الانتخابات في أسرع وقت ممكن. وأيضا نوهنا أن لابد من وضع شيء أساسي ورسمي، وأنت تعلم أن الشعب الليبي ربما مل ويأس من جميع الوعود جوفاء التي كانت في الفترات الماضية،
ويطالبون ايضا بالتعديل الدستوري كما نوه مجلس النواب، وايضا بايجاد حلول سريعه، وايضا لابد ايضا كما نوه ايضا على الامم المتحده ان تاخذ عقوبات حيال من يريد عرقله العمليه الانتخابيه في الفتره القادمه اذا حدث ذلك. نعم، محمد العزومي مراسلنا من مدينه بنغازي، شكرا جزيلا لك، وسنعود اليك في حال اي مستجدات في المدينه. مشاهدينا، عدسه القناه استطلعت راي المواطن في مدينه درنا بخصوص تاجيل موعد الانتخابات، نتابع. الحقيقة تأجيل الانتخابات أثر في الرأي العام، هي إرادة شعبية، الشعب كان ينتظر في الصناديق في فرصة للتغيير والانتقال من وضع راهن مأسور في مجموعات معينة إلى إرادة شعبية كاملة، لكن تفاجأنا بالموقف نظرا لوجود أشخاص لهم مصلحة خاصة بأن عدم إقامة الانتخابات أو تأجيلها لأجل بقائهم هم، عارفين أن الشارع إذا انتقل الانتخابات حيكون للرأي للشعب. والله موضوع تأجيل الانتخابات كان لابد يكون في موعدهن من أجل استقرار البلد وراحة البلد، لكن تأجيلهن حق في رأي غير مناسب وغير مهيئ. ليش؟ عشان تريح البلد وتستقر ويكون المستوى الأرقى والأحسن في موعد الانتخابات، من يتغير الأصول من الأصول الثابتة للأصول المتحركة، وتكون الوضع للبلد أفضل وإلى أحسن. يعني من ضمن مكان الانتخابات كان اليوم 24/12 كان في موعد المناسب لها. مشاهدينا، ايضا هذا راي اهالي مدينه درنا بخصوص تاجيل الانتخابات. وبالعوده لمراسلينا، ينضم معنا مراسلنا عز الدين بالعوينات من مدينه طرابلس. اهلا بك عز الدين، ماذا يجري في طرابلس اليوم؟ عز الدين، طيب الاتصال بعز الدين، يبدو انه عز الدين، هل تسمعوني؟ طيب إذا مشاهدينا، هذه التغطية المباشرة من تلفزيون الوسط بخصوص حراك خلاص الذي تشهده بعض المناطق في ليبيا. نذهب إلى مؤيد وهو ناشط من مدينة بنغازي ينضم إلينا. أهلا وسهلا بك مؤيد، اليوم مدينة بنغازي تخرج وبعض المناطق الأخرى تخرج وتطالب بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن والالتزام بالرابع 24 من يناير الموعد الذي حددته المفوضية للانتخابات الرئاسية. برأيك أو بحسب المطالب التي تطالبون فيها اليوم في مدينة بنغازي أو في الساحات، أيهم أولى، الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية للوصول إلى نتيجة ترضي كافة الأطراف؟ أولا نشكر قناتكم الموقرة على تغطيتها لهذه القضاء. ثانيا، نحن بالنسبة لنا، نحن ما نشاهده اليوم أن هناك من يتكلم أن البرلمان يسعى بعد اليوم إلى تشكيل حكومة بالتعاون أو بالاتفاق بينه وبين الأطراف السياسية الأخرى الموجودة، وهذا الأمر عبر عن رفض الشديد لحدوثه لأنه سوف يكون على حساب العملية الانتخابية برمتها. بالنسبة للانتخابات، نحن نعلم أن تقييم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية هو خطأ وقعت فيه لجنة 75 وكذلك قانون الانتخاب في البرلمان. الغرض الأساسي من هذا الأمر كان إفشال العملية الانتخابية باعتبار أن الجميع يعلم أن الانتخابات الرئاسية مرت بالكثير من التعقيدات وكذا، فبالتالي تم ربطها بالانتخابات البرلمانية من أجل إفشال الأمر برمته. لذلك نحن اليوم عبرنا عن رفضنا الشديد لأي خارطة طريق جديدة تحدث سواء من البرلمان أو غيره، أو سواء كان باتفاق الأطراف السياسية الموجودة على الساحة بالكامل. لذلك نؤكد ضرورة قيام العملية الانتخابية، وفي تصوري أن الانتخابات البرلمانية يمكن أن تقدم على الانتخابات الرئاسية باعتبار أن لو استطعنا أن نقوم بعملية انتخابية برلمانية كاملة بإمكان هذا الأمر أن يبسط المشهد ويخرج البرلمان الحالي الموجود الآن وكذلك المجلس الأعلى للدولة ويمهد لعملية انتخابات رئاسية في بيئة سياسية يعني تكون أحسن من البيئة الموجودة الآن. فعملية ربط الانتخابات البرلمانية والرئاسية مع بعضها هو فخ كان من البداية، لأن الأجسام السياسية الموجودة الآن تحاول أن تصنع الكثير من العراقيل من أجل أن تستمر في وجودها وتستمر في عرقلة المسألة الانتخابية وهذا الاستحقاق الوطني. وهذا الأمر بات واضحا اليوم من خلال كل القوانين التي صدرت سواء من البرلمان أو المسار السياسي وخارطة الطريق. الآن نحن شاهدنا أن هناك بيان خرج من دول الاتحاد الأوروبي يرفض
فكرة نقل السلطة إلى أي سلطة تنفيذية جديدة إلا بعد القيام العملية الانتخابية، وهذا الأمر نحن نباركه باعتبار أنه يقطع طريق أمام أي مساومات سياسية تحدث على حساب الانتخابات. نعم، إذن مؤيد شكرا جزيلا لك، ناشط سياسي من مدينة بنغازي. ننتقل إلى محمد الأنصاري، ناشط مدني ومهتم بالشأن العام أيضا. أهلا وسهلا بك سيد الأنصاري. اليوم هنالك من يرى أن تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية مؤامرة بسبب وجود بعض الشخصيات الجدلية للوصول إلى ما نصل أو ما وصلنا إليه اليوم من تأجيل الانتخابات شهر آخر. أولا شكرا لكم وشكرا لقناتكم الموقرة على تغطية هذا الحدث. أعتقد في البداية أود أن أشكر كل من ساهم في مدينة سبها لحل الإشكاليات التي كانت من السابق أن تقع والفتنة التي ممكن أن تحدث في المدة الماضية. لكن السؤال الذي أشرتم إليه هو سؤال مهم، هل ما حدث هو فعلا مؤامرة لإيقاف العملية الانتخابية؟ لا بد قبل الحديث في هذا الموضوع لا بد أن نستذكر أن الحالة الليبية ليست حالة قانونية من بالمجمل. إذا تحدثنا عن القانون في ليبيا فإن نحن خارج السد. الحالة الليبية حالة مقاربات من أجل الوصول إلى الحل بالتحديد. إذا قلنا أنه يجب أن نلتزم بالقوانين ويجب أن نلتزم بما يمكن أن يكون وفقا لمنظور العالم، فإذا نقول أن الحكومة الشرعية، ممكن أن نقول أن حكومة علي زيدان وأن اتفاق السخيرات غير قانوني والفراغ التشريعي كان من 2014 وأن مجلس النواب غير شرعي واتفاق السخيرات غير شرعي وخارطة الطريق غير شرعية. لذلك أعتقد أن طالما أن الليبيين كل الأطراف السياسية لم تستطع السيطرة واحتكار العنف واحتكار السلطة واحتكار الموارد، كل الأطراف كلها تتقاسم هذه الرباعية، أعتقد أنها من المهم جدا أن تجلس فيما بينها لأن تضع اتفاقا عاما، سموه فبراير، سموه اتفاق 24، سموه اتفاق كذا للوصول إلى الانتخابات. إذا قلنا نحن يجب أن نلجأ إلى عملية دستورية وقاعدة دستورية، فلا يمكن بأي حال من الأحوال في هذه الظروف في هذا الوقت، رغم أهمية وجود الدستور، رغم أننا نحتاج إلى الدستور، إلا أننا لا يمكن أبدا أن نتفق طالما أن هنالك أطراف دولية وهنالك مجتمع كل يسعى إلى الحصول إلى أكبر رقعة جغرافية معينة وأكثر قدرة وأكثر حصول على موارد وأكثر إمكانية الحصول على السلاح. طيب، بالتالي لا يمكن أن نتفق في هذه الجزئية. سيد الأنصاري، أنه ممكن أن نتفق في نقف عند هذه النقطة، ما ذكرته يعني في ظل وجود تأثيرات خارجية على المشهد السياسي الليبي، في ظل وجود يعني بعض الجهات والشخصيات الغير متقابلة أو المتنافرة بشكل أصح على الساحة السياسية الليبية اليوم، هل يمكننا فعلا الوصول إلى انتخابات مبنية على قاعدة دستورية ترضى بنتائجها كافة الشخصيات السياسية المترشحة اليوم للرئاسة؟ هذا التحدي الثاني بعد هذا التحدي كبير جدا نواجهه. لا أعتقد أنه من السهولة بمكان أنه إذا وصلنا إلى بناء القاعدة، المشكلة في ليبيا لدينا أولا قاعدة دستورية، أولا الرضا بالانتخابات، المشكلة الثانية القاعدة الدستورية، المشكلة الثالثة تتعلق بقبول النتائج. إذا تجاوزنا المشكلتين الأولتين التي تحدثتما فهناك أيضا خلل يتعلق بقبول النتائج، خاصة وأننا نحن نتحدث على أن هذه القوة بالمجمل ترجع إلى معسكراتها الدولية وتوجهها وفقا للخارطة السياسية القائمة الآن. ربما هنالك تقارب دولي، هناك مشروع جديد الآن يحاكي المجتمع الدولي، أعتقد أنه من الممكن أن يسهل التقارب بين الأطراف الليبية ولكن فيما سبق بناء على التجارب السابقة لا أعتقد أن حتى النتائج يمكن أن تقبل في حالة توقعات الانتخابات. محمد الأنصاري، ناشط مدني ومهتم بالشأن الليبي، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا في هذه التغطية الخاصة. تنضم إلينا زاهية علي وهي أيضا ناشطة حقوقية. أهلا وسهلا بك أستاذة زاهية علي. طيب، يبدو أن الاتصال انقطع مع السيدة زاهية علي، هناك مشكلة فعلية في الاتصالات اليوم في البلاد، وهذا طبعا ما نشهده والكل مدركه نتيجة انقطاع للكهرباء والظروف السيئة التي تمر بها البلاد في هذه الفترة. على كل حال مشاهدينا، تغطيتنا لا تزال مستمرة لتغطية الحراك الشعبوي في الساحات والميادين الليبية تحت اسم حراك خلاص. هناك عدة نقاط أو خمس نقاط بارزة ذكرهم هذا الحراك، أولهم إسقاط
كافة الأجسام السياسية القائمة حاليا، ويقتصر عمل البرلمان فقط على الإجراءات التشريعية للانتخابات حتى التاريخ الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهو 24 من يناير القادم. سنكمل باقي هذه النقاط التي ذكرت في هذا البيان الذي أصدره حراك خلاص، ولكن ننتقل الآن إلى زاهية علي ناشطة حقوقية. أهلا وسهلا بك سيدة زاهية. اليوم كل الأجسام الحالية فقدت الشرعية وتجاوزت المدة القانونية المحددة، برأيك هل سترضى هذه الأجسام التي يعني مددت لنفسها اليوم أن تخضع لرغبة الشعب بالابتعاد عن المشهد السياسي؟ أولا كل العام وأنت بخير بنسبة حلول ذكرى 70 لإعلان استقلال ليبيا المجيد، كل العام والشعب الليبي بخير. أهلا بك. شفت أني جمعة الخلاص وشفت ما ينادي به كل الناشطين عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وكشعب ليبي طبعا نحن صدمنا بهذا اليوم الذي المفترض أن يكون هو يوم الانتخابات طبقا لخطة الأمم المتحدة والستيفاني ستيفاني وولمز وأيضا 75 الذي تم إشراقه في هذا الشواء. مسألة يرضى أو لم يرضى، هذا سؤال في محله، ولكن لابد أن يعي جميع هذه الأجسام الموجودة الآن أن الديمقراطية لابد أن تنتصر. يعني ممكن هذا التأجيل يوم 24 هو مسألة فنية، يعني حتى لو كان الانتخابات اليوم 24 حيكون فيه على الأقل يعني مدة شهر حتى يتم الاستعداد لإعلان حكومة جديدة وأيضا ترتيب الأولويات بالنسبة للمرشحين. أنا أرى أن يعني هذا التأجيل رغم أن احنا لسنا راضيين عنه، ولكن فيه شوية من المميزات اللي المفروض أن احنا ننظر لها. يعني مثلا كيف نحن حنرضوا بالانتخابات الآن وإجراء انتخابات دون النظر إلى حكومة يعني يترأسها أحد المرشحين؟ نحن نعرف أن أحد المرشحين يترأس الحكومة الآن وهو بيبة، فكيف نحن حنرضى بهذه الانتخابات؟ ممكن هذا التأجيل لشهر يوم 24 لشهر يناير ربما هي فرصة لنا جميعا اولا ان ندقق في المرشحين، فرصة للأمم المتحدة ان تشتغل باصحاب المصلحة القيادات العسكرية والأمنية، لان الان للاسف ان هم حتى الاجسام الموجودة على الارض القيادات العسكرية والأمنية ايضا هم يعتبروا من احد المعرقلين للانتخابات، فبالتالي لابد الأمم المتحدة تسعى ان تجتمع مع هؤلاء الأجسام حتى يكون في بينهم على الاقل ميثاق. نحن نتذكر ميثاق بعبدة في ايام لبنان، يعني نحن نعتبره شبه قريب على لبنان، صراعات ونزاعات وانتشار سلاح وشعب ممزق والعديد من المشاكل. ايضا لا ننسى ان الان يعني اللجنه خاصه زي خاصه لن تتي معنا العديد من الاشياء المعرقله الان للانتخابات، كيف نمشي الانتخابات الان؟ على هذا الشهر سيكون فيه العديد من الامتيازات والمبادرات اللي نحن مفروض تكون قائمه على ارض الواقع قبل ان نسعى في يوم الانتخاب. نعم. يرضوا أن مسألة الرضا أو غير الرضا لابد أن يعي جميعا المواطن الليبي، يعني بعد 11 عاما من السنوات العجاف والهوان والذل لن يرضى بوجودهم بعد شهر واحد من الآن، وسيخرج الجميع. أنا على يقين بأن الشعب الليبي سيخرج في مظاهرة كبيرة جدا لإزاحة كل هذه الأجسام من على الساحة وقبول رأي المواطن واحترام إرادته الشعبية في انتخابات تنفيذية. نعم. تشريعية برلمانية رئاسية متزامنة لا انقسام بينهم. السيدة زاهية علي الناشطة الحقوقية، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا في هذه التغطية. نذهب الآن إلى مدينة طبرق مع مراسلنا محمد شحات ليحدثنا عن آخر المستجدات بخصوص مشاركة أهل طبرق في مظاهرات اليوم التي تطالب بالانتخابات في موعدها الذي حددته المفوضية في 24 من يناير. شحات أهلا بك، ضعنا فيما يحصل في مدينة طبرق الآن. نعم، وقفات احتجاجية نظمها مجموعة من أهالي ونشطاء المدينة وبيانات كثيرة، لعل الأول كان منذ أو بعد صلاة الجمعة مباشرة مطالبين بضرورة حل جميع الأجسام السياسية والتنفيذية وإبقاء مجلس النواب لإتمام الأمور التشريعية فقط. هذا من زاوية. أيضا حتى مساء اليوم رأينا
بيان آخر يعني مقدم من حراك انتخابات 24 من ديسمبر بمطالب مشابهة لما طلبوا بها أهالي ونشطاء ومؤسسات المجتمع المدني في المدينة. شاهدنا وقفة ولكن ليست يعني ليست بهذا العدد الكبير. هناك سلبية لربما من بعض أو من عدد كثير من المواطنين. حضور اليوم لم يتجاوز 50 مواطنا. طيب هل هناك أي وعود أو أي مظاهر لأن تكون هذه المظاهرة يعني متجددة اليوم غد أو للجمعة القادمة؟ ليست هناك أي صورة واضحة بإن كان سنشهد عصيان مدني أو سنشهد إضراب حقيقي يستمر لأيام تبدأ من يوم غد. مجلس النواب لربما يعني حب أن يضع نفسه في هذه الأجواء بدعوة إلى جلسة جديدة يوم الاثنين القادم، جلسة رسمية. ولكن على صعيد الشارع دعنا نتحدث، ليست هناك أي خطوات ملموسة وليست هناك أي إعلانات رسمية عن تمديد هذا الإضراب أو هذا الاعتصام وتحويله حتى إلى عصيان مدني. نعم، إذن محمد شحات مراسلنا من مدينة طبرق، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. مشاهدينا بهذا نكون وقد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجزئية من تغطية تلفزيون الوسط عن ما يجري في بعض الساحات والمدن الليبية لحراك خلاص، هذا الحراك الذي يطالب بإزاحة كافة الأجسام المنتهية صلاحياتها وأيضا بدعم أن تكون هناك انتخابات في 24 من يناير، هذه الانتخابات المؤجلة لمدة شهر بناء على إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قبل عدة أيام. إذن الكل ينتظر جلسة مجلس النواب القادمة لما سيكون خلال هذه الجلسة، ما الذي سوف يحدث خلال هذه الجلسة وما الذي سوف ينتج خلال هذه الجلسة. المتظاهرين لا يزالون في الشوارع وتغطيتنا لا تزال مستمرة، وبعد قليل ستكمل معكم هذه التغطية الزميلة إيمان للحديث عن 24 ديسمبر وهو عيد استقلال ليبيا 70. إلى اللقاء.